السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعين قناة ملك المناجم. شرح طرق استخراج الذهب من أحجار المرو أو عروق أحجار المرو الموجودة في الطبيعة في جميع الدول. سجل وقول لي أنت من أي مدينة في أي دولة، وإن شاء الله هنقول لك فين أقرب موقع لاستخراج الذهب من أحجار المرو في نفس المكان اللي أنت موجود فيه أو قريب من المكان اللي أنت موجود فيه. اللي أمامكم دلوقتي علامات وجود الذهب في الأرض، اللي هي أحجار المرو اللي بتكون فوق الأرض واللي بتكون تحت الأرض، وفي منها قطع فوق الأرض وفي منها أحجار كبيرة اللي هي أحجار المرو البيضة اللي فيها علامات سودة وبتبقى مخططة يا أما باللون الأسود يا أما باللون الرمادي أو اللون البني أو بتبقى مخططة بلون أسود. الأحجار اللي أمامكم دي فوق الأرض ممكن يكون فيها إنتاج في 100 كيلو حوالي 5 جرام، وممكن تكون اكتر وممكن تكون اقل حسب الاختبار اليدوي اللي احنا بنعمله، والاختبار موجود معاكم في القناة. اول حاجة ادعمونا باللايك والاشتراك لان القناة عليها روبورتات كتيرة عاوزين يقفلوا القناة. ايه السبب في قفل القناة؟ لان معظم الناس اللي هي عندها اسرار استخراج الذهب بتحاول تبعد الناس عن موضوع استخراج الذهب، وفئة قليلة جدا هي اللي بتستفاد، مع ان احجار المرو موجودة تحت الارض وفوق الارض في جميع الدول. واكتر ناس بتتواصل معايا من دولة اليمن ودولة السعودية، وفي ناس كتيرة وصلت لعروق الذهب، وفي ناس كتيرة انتجت بالعشرة جرام والعشرين جرام والتلاتين جرام والخمسين جرام من طن احجار المرو. وصل انتاج الطن الواحد لخمسين جرام الذهب الصافي عيار 24، يعني اي بني ادم مجتهد ممكن يشتغل على طن واحد في اليوم من احجار المرو وينتج من 10 جرام ل 20 جرام اقل شيء، وبتوصل ل 50 جرام لو كانت العينه جيده، يعني مصدر دخل قوي جدا. احجار المرو اللي هي امامكم دلوقتي دي احجار المرو اللي هي شفافه فيها نسبه من الذهب بس نسبه ضعيفه. طبعا احجار المرو موجوده بكثره في السعوديه، اليمن، الجزائر، ليبيا، المغرب، تونس، مصر، السودان. تابع معانا الفيديو للاخر وهنوريكم تجربه بعض الناس وازاي هم وصلوا للذهب وطريقه استخراج الذهب من احجار المرو للمبتدئين. النهارده الفيديو بتاعنا للمبتدئين. طبعا كمبتدئ الموضوع مش صعب، في قنوات كتيره على السوشيال ميديا بتحاول ان هي تبعد تفكير المنقب عن الطرق السليمه لاستخراج الذهب، وبيدخل فيه المواد الكيميائيه اللي هي ما بتوصلش لنتيجه لان معظم الناس ما بتعرفش التركيبات الكيميائيه لانها صعبه جدا. تابع معانا الفيديو للاخر وهتشوف نماذج وصول للذهب بكل سهوله، هنوصلك لاسهل طريقه لاستخراج الذهب. اعزائي المتابعين، احجار المرو موجوده في جميع الدول، واحيي اهل اليمن واهل السعوديه المجتهدين جدا في مجال التنقيب عن الذهب، وما شاء الله في واحد معانا وصل انتاجه يوميا فوق ال 30 جرام من خام الذهب، تخيل ان هو بيشتغل وحده. طيب لو كان معاه مجموعه من الناس او مجموعه من المعدات اتوقع يعدي 200 و300 جرام في اليوم الواحد. طبعا اي دولة ليها تراخيص محددة لاستخراج الذهب من الارض، فاتبع التعليمات لحسب اي دولة عشان تكون انت الاوراق بتاعتك كلها سليمة ومحدش يقدر يكلمك وتقدر تنتج الذهب بدون اي مشاكل. تابعنا للاخر. اللي هشوفه دلوقتي نموذج من حجر المرو من متابعنا في السعودية، وهو بنفسه هيتكلم دلوقتي وهيقول لكم ازاي وصل لاحجار المرو اللي انتوا شايفينها دلوقتي. ما تنسناش بالدعم للقناه بلايك لان لايك بترفع الفيديوهات وتوصل لجميع المستخدمين. الهدف من القناه نشر المعلومات المجانيه والصحيحه لاستفاد معظم المنقبين في الوطن العربي. اخويا ملك المناجم، كل ما انزل هذا العرق اللي نقول لك المرو ونزل تحت شوي، يعني مو طول الكف كذا طول الكف نزلت، لكن سبحان الله العظيم شوف كل ما انزل شوف اللون، شايف هذا الدلالة كافية ولا لا؟ شوف هذه ابدا، كل ما انزل تحت هذه ما جيت الحين، كل ما انزل تحت وانا يدوي يعني ها شوفت عينك كلها حاجات بدائية يعني. شوف كل ما انزل يكون الحجر في عروق حمراء وفيه سبحان الله العظيم، مو هو زي هذا، هذا في عروق بس عاد مو هو زيها اللي تحت اغمق شوي.
اخوي العبري هذا العرق اللي نقول لك تكمل الفيديو طبعا. شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، يعني معلومات بسيطة منك. شوف وين وصلت انا. لا وفي تحت بعد، انا ما حفرت، هذا كله سطحي طبعا، كله سطحي، هذا ما تعمقت، انا الى الان ما تعمقت ولا سويت شيء، لكن كله فضل الله ثم فضلك، الله يجزاك خير والف الف الف شكر لك على معلوماتك وعلى صدقك وعلى الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك، ما قصرت. هذا كله اللي تحت، هذا كله مرو، كله اللي تحت. السلام عليكم. شوف لقيت البلاصة هذه فيها كما الحجرة اللي راك توري فيهم في الفيديوهات تاعك هادوك، انتني انت شو تسمها كما الحجرة قال لك اللي راك توري فيها البلاصة هذه قاع يا البلاصة هذه يا هذه يا قاع هذاك شغل عرق هكا جاي كي شغل عرق انتني ها هذيك يا امبات حفرتها لتحت حفرتها لتحت حفرتها هنا حفرتها هنا دابلت لي كاع هاي البلاصة هادي كاع حجرة هادي يا وين حفرت عندي هي العرق هذا كامل كامل حتى الفوق، كون بالك هابط هاكا ولا أعزائي المتابعين ركز معايا في الجاي وما تنساش بالاشتراك ولايك للفيديو. أول حاجة وأهم حاجة لاستخراج الذهب هي عملية الطحن، الطحن الجيد جدا. كمبتدئ تقدر تشتغل بأدوات بسيطة زي الأدوات اللي قدامك، مش محتاجة تكلفة. تبتدي عملية اختيار أحجار المرو، وبعد عملية اختيار أحجار المرو تبتدي عملية الطحن الجيد على قد ما تقدر. تحاول ان انت تطحن وتصفي التراب، تاخد التراب الناعم وبعدين تطحن الرواسب وترجع تطحن مرة تانية لحد ما توصل معاك العينة لدرجة النعومة اللي هي نعومة الدقيق، تبقى معاك ناعمة جدا. بعد عملية الطحن الجيد نبتدي عملية اللي هي عملية الغسيل والتصفية. أعزائي مشاهدين القناة، بعد عملية الطحن بيتم عملية الغربلة. عملية الغربلة بتفصل لك الأحجار الكبيرة عن البودرة الناعمة اللي انت هتشتغل عليها. زي ما انت شايف دلوقتي البودرة بنحاول نصفيها، يفضل معاك الحجر اللي فوق اللي هو الأحجار الناعمة اللي انت هتشتغل عليها طحن مرة تانية وتجمعها مع بعض وتشتغل عليها العملية اللي هي العملية التانية. طبعا كل اللي انت شايفه ده تقدر ان انت تشتغل عليه بنفسك ولوحدك، تقدر تجمع مئات الكيلوهات في اليوم الواحد وتقدر تشتغل عليهم لحد ما تطلع جرامات الذهب اللي هي تتعدى 10 جرام وتوصل اكتر، ممكن توصل ل 50 جرام لو اشتغلت الشغل الصحيح. اعزائي المشاهدين زي ما انتم شايفين دلوقتي الحجر بقى ناعم جدا والرواسب هنشتغل عليها مره تانية عمليه الطحن واعاده الطحن. عمليه سهله جدا مش محتاجه اختراع ولا مواد كيميائيه ولا لف ودوران، الموضوع اسهل مما تتخيل. هتاخد الراسب اللي انت شايفه دلوقتي وهتبتدي عملية الغسيل. عملية الغسيل هتاخد منك وقت بس هتدي لك الراسب اللي تحت. هناخد التراب المطحون وهنشتغل عليه كميات صغيرة لحد ما نصفي ونطلع الراسب اللي تحت اللي هو موجود في القاع، الراسب الاسود مع الذهب. طبعا العينة الجيدة بتبين من بره انها عينة بيضة،
او فيها خطوط سوداء، لكن لما تطحن الاحجار بيظهر معاك الذهب. ونصيحة مني لجميع متابعين القناة، في خطأ كبير بيقع فيه معظم متابعين القناة، اللي هي بياخد العينة ويطحنها وبعد عملية التصفية السريعة. غلط، لازم تكون عملية التصفية بتاخد الراسب اللي فوق وتنزله وبعدين تشتغل على الراسب اللي تحت، وبتكون العملية بطيئة لانك انت بتلف بتغسل وتلف وبتاخد الغبار وبترميه لحد ما يوصل معاك الراسب اللي تحت زي ما انت شايف دلوقتي. الخطأ التاني اللي بيقع فيه متابعينا عملية الاحجار، انه بيختار عينة ما بتكونش فيها اي صلة بالذهب او ما بتكونش مروة اصلا، فبيشتغل عليها طحن ما فيهاش ذهب وما فيهاش اي كمية من الذهب، وده اكبر خطأ من متابعين القناة. هنا النموذج اللي قدامكم في العملية النهائية لتصفية التراب والزهور الراسب الاسود والذهب. الراسب الاسود بيكون عبارة عن ذهب بيطلع معانا في الزيبق وبيطلع في عملية الصخر. والعينة الجيدة اللي انت تقدر تشتغل عليها لما يظهر معاك الذهب في العينة، معناها العينة ما شاء الله تبارك الله فيها خير. لكن العينة اللي ما يظهرش معاك في اطرافها خام الذهب ما تشتغلش عليها، ما تشتغلش عليها، لازم يظهر معاك الذهب، لان لو ظهر معاك الذهب يبقى العينة دي غنية جدا، غير كده ما تشتغلش. بص العينة اللي قدامك بعد عملية الطحن والغسيل ظهر معانا الذهب زي ما انت شايف. طبعا ده نموذج صغير اللي احنا عملناه للمتابعين، لكن انت ممكن تشتغل على كميات كبيرة وتظهر مع ويظهر معاك الذهب زي كده، وتكمل عملية الغسيل وتجمع الذهب اللي على الاطراف لحد ما توصل للراسب الاسود اللي موجود تحت مع الذهب. هو ده اللي هتشتغل عليه عملية الصهر وعملية الغسيل وعملية التصفية لحد ما تجمع كتلة الذهب النهائية، او ان انت تشتغل عليها بالزيبق، تغسل تضع زيبق وتشتغل عملية الغسيل مع الزيبق، بيجمع لك حبوبات الذهب كلها، منها الاسود ومنها الذهب الظاهر. طبعا كلنا بنشكر السيد محمد العبري اللي هو سمح باخراج المعلومات الدقيقة واللي ممنوعة والقناة بتتحارب عشانها. المعلومات دي معلومات بتوصل جميع المنقبين الى الذهب، او بمعنى اصح بتوصل جميع الناس على مستوى العالم لخام الذهب اللي هو سر من اسرار الكون. مش عارف ليه سر، مع ان الخير موجود من عند ربنا سبحانه وتعالى، الاجتهاد والكل صاحب نصيب نصيبه. ألف شكر للسيد محمد العبري صاحب مجموعة روبيك راون للمجوهرات ومجال الاستثمار مفتوح في حوالي 60 كيلو متر من الأراضي معروضة للاستثمار في تنزانيا، تبع شركة روبيك راون للاستثمار في تنزانيا في خام الذهب بإنتاج سنوي يتعدى 3 طن والأربعة طن، وبوصل لتسعة طن من إنتاج الذهب الصافي عيار 24. نرجع للفيديو بتاعنا وعملية استخراج الذهب للمبتدئين. طبعا المعلومات اللي انتوا شايفينها دلوقتي معلومات مجانية، مش مطلوب منكم الا اللايك والاشتراك في القناة وشير عشان الخير يعم على الجميع، صدقة جارية بمعنى اصح. دلوقتي هنشتغل على العينة التانية من احجار المرو المطحونة. العينة اللي امامكم دي هيكون فيها نسبة الذهب عالية جدا وواضحة، يعني بمعدل 90 جرام في الطن الواحد. طبعا 90 جرام بالنسبة للعينة السطحية، طبعا كل ما تنزل تحت الارض او في باطن الارض بتحصل كميات اكتر بتعدي ال 190 وال 200 و 250 جرام في الطن الواحد. اغنى مصدر للذهب هو حجر المرو. زي ما انت شايف امامك بعد عملية الطحن ظهر امامك الذهب. في الطبيعة مستحيل ان انت تشوف الذهب في حجر المرو الحجر السطحي، ممكن تحت الارض لما تنزل 20 متر و 30 متر او حتى 10 متر ممكن تلاقي عينات فيها الذهب واضح، وده بيسمى الذهب الظاهر او الذهب الناقر. العينة اللي امامكم دي عينة غنية جدا زي ما احنا قلنا، غنية بالذهب. طبعا بعد عملية التجميع والتصفية بمجموعات هنشتغل عليها. المرحلة اللي بعديها هي مرحلة التجميع بالزيبق. بعد ما تجميع الراسب الاساسي بنضيف المية ومعها الزيبق، دي عملية الخلط الجيد. بعد عملية الخلط بنحط الزيبق جوه قماشة عشان تبتدي عملية فصل الزيبق عن قطع الذهب. الزيبق اللي امامكم ده ملغم بالذهب من الاحجار، يعني لو نقول احنا جمعنا نص طن من الاحجار
وطحناها وصفناها وخدنا الراسب اللي تحت اللي هو غني بالذهب ودخلنا عليه الزيبق، والزيبق اشتغل وجمع مع عملية التعويم وعملية الغسيل. الزيبق جمع الذهب من التربة، وظيفة الزيبق تجميع الذهب. بعدها بيبتدي عملية العصر وفصل الزيبق عن الذهب، بس بيكون لونه رصاصي لان بيكون مشبع بالذهب. وظيفة الزيبق تجميع الذهب لانه بيجمع فقط الذهب الغني من التراب. زي ما انتوا شايفين كده، اللي انتوا شايفينه ده قدامكم دي قطع الذهب مع معدن الزيبق. جمعهم الزيبق جمع الذهب زي ما انتوا شايفين كده. العينة ما شاء الله تبارك الله عينة غنية جدا. بعد عملية التجميع بيتم عملية تبخير الزيبق على نار هادية، وبعدين بتكون معانا قطعة ذهب بنصهرها مع البوركس بدرجة حرارة فوق 1000 درجة مئوية، وبنتج معانا قطعة كبيرة من الذهب اللي هو الذهب الصلب وفي نفس الوقت الذهب الصافي زي ما انتوا شايفين كده. سجل لنا اعزائي المشاهد كم جرام القطعة اللي امامك دي في التعليقات، ولا تنسانا بالدعاء الله يرحم والديكم ووالدينا.